مشاهدينا الكرام، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. ضيفنا وضيفكم في التونسية الرئاسية 2019 هو السيد محمد لطفي المرايحي، مرشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في تونس. سيدي الكريم، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين. الدكتور محمد لطفي المرايحي هو سياسي وكاتب وطبيب. أسس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري منذ 8 سنوات، ترأس جمعية الإبداع الموسيقي، كما أشرف على إدارة العديد من المهرجانات الثقافية وأنتج العديد من البرامج الإذاعية. له إصدارات عدة، آخرها كتاب تونس التي في خاطري. سيدي الكريم، يوم قدمتم ترشحكم إلى الانتخابات الرئاسية قلتم في تصريحاتكم إلى الإعلاميين: قررت الترشح لأني أؤمن أن البلاد يجب أن تتغير. كيف يرى السيد محمد لطفي المرايحي اليوم الوضع في البلاد؟ كيف يوصفه وما الذي يريد أن يغيره؟ الواضح للعيان يعني ولا يدعو مجال للشك أنه الانتظارات التي خرجت من أجلها الناس ذات 14 جانفي بذلك الشكل يعني تلك الحشود لم تتحقق. هناك آمال وأحلام علقت على هذه الثورة، والواضح أن هذه الثورة زاغت عن طريقها، وكان هذا ملامح الزيغ بادية منذ الوهلة الأولى من ناحية في تصور النظام الديمقراطي وطريقة أدائه وطريقة إدارته، وخاصة جملة المحاذير التي كان يمكن أن نتفطن إليها والمطبات التي كان يمكن أن نتجنبها، ولم تتخذ القرارات والخيارات الصائبة منذ الوهلة الأولى، ولم يقع في تونس تصور للديمقراطية تتماشى وتتماهى مع الواقع التونسي، وإنما وقع استنساخ لأشكال الديمقراطية الغربية بما فيها من عيوب. فولدت الديمقراطية في تونس مشوبة بأعراض الشيخوخة وبما طرأ على الديمقراطيات الغربية من انتزاع للإرادة الشعبية وانحصارها في مجموعة متاع أوليغارشيا، يعني مجموعة أناس نافذين إعلاميا، نافذين ماليا، ونافذين سياسيا، ويتداولون على المناصب ويتداولون على السلطة في معزل عن الشعب. وكما نلاحظ في الديمقراطيات الغربية، والمثال بالنسبة لنا فرنسا، يعني فرنسا رأيت على مدار السنة كانت تحرق باريس كل يوم السبت لأن الشعب في واد والسلطة السياسية المالية الإعلامية في واد ثاني طبعا. فكان ممكن أن نجنب تونس كل هذا الزيغ عن الإرادة الشعبية. اليوم نحن في مشهد ديمقراطي بين ظفرين، يعني في مشهد ديمقراطي يختزل في الانتخابات لكن لا يعبر حقيقة على الإرادة الشعبية. ما معنى الديمقراطية إن لم تكن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب للشعب؟ سيدي الكريم، هل الثورة واستحقاقات الثورة في تقديركم انحرفت عن مسارها أم حرفت عن مسارها؟ وهل النخبة السياسية باختيارها هذا المنوال السياسي فكرت في مصلحة البلاد أم فكرت في قطع الطريق على عودة الاستبداد؟ فكرت في مصالحها أن تبقى في الحكم أكثر من أن تفكر في أن تضع نظاما سياسيا متينا قويا قادرا على النهوض والإقلاع بالبلاد؟ أنا خوفي أن النخبة السياسية لم تفهم، على الأقل الوطنية منها والجادة منها، لم تفهم طبيعة ما جرى في تونس وما يجب أن يغير. تونس هذه لم تتلقف الدرس، لم تدرك، أعتقد أنها لم تدرك طبيعة الرهانات وما جعل البلاد يعني زمن بن علي تأخذ منعطفات لم تكن محمودة، ولم تستطع تقويم هذه المسارات ما بعد الثورة. المشكل في تونس هو أنه السلطة الحقيقية هي سلطة اقتصادية في يد عائلات بعينها، في يد ثروات بعينها. هذه الثروات وهذه العائلات اجتازت زمن بورقيبة إلى زمن بن علي ثم إلى زمن الثورة، وهي باقي متنفذة وباقي نافذة،
وهي التي تشكل المشهد السياسي، فليس المشهد السياسي سوى واجهة لسلطة هذه العائلات والمشهد الإعلامي في خدمتها. أنت تعيدني بهذا الكلام إلى التصريح الأخير الذي أثار ضجة لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، والذي تحدث عن هيمنة عائلات قليلة عن الثروات في تونس. لكن هذا الحديث أنا أقوله منذ سنوات. أنت توافق هذا التوصيف؟ أنا أقوله منذ سنوات. المشكل في تونس هو هذا، المشكل هو أن السلطة ليست في يد الشعب، لأن المصالح الخاصة وهذه العائلات تعمل بالوكالة لمصالح أجنبية. هذا الإشكال، يعني هي مدخل لهيمنة أجنبية، هي الأدوات لإقرار سياسات اقتصادية ليست في صالح الشعب التونسي. هناك خيارات طبقت منذ 94-95 بانفتاحنا على بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بانخراطنا في منظومة العولمة من خلال معاهدة الجات، يعني والمنظمة العالمية للتجارة، رفع المبادلات القيود الجمركية والمبادلة الحرة بين ظفرين. نعم. لأن المبادلة الحرة هي عمليات واستيراد للسلع أكثر منها تصدير لسلع تونسية، فوقع تفكيك نسيج الاقتصاد التونسي، تسريح الآلاف من التونسيين، إرهاق الصناديق الاجتماعية، خلق أزمة اجتماعية. هل اليوم السيد لطفي المراحي يقول أن نظام بن علي سقط وأن مراكز النفوذ لم تتغير وأن الأحزاب التي دخلت على المشهد هي أخذت الدور فقط لتنفذ هذا مصالح هذه الفئة من المتنفذين بالوكالة؟ طبعا هي الصناعة، هذه الأحزاب الموجودة وهذه الشخصيات التي رأيناها في البرلمان ورأيناها في السلطة ليست سوى صنيعة لهذا النفوذ الاقتصادي. هذا الإشكال الذي يجب أن يدركه كل تونسي، وأن اليوم عندما يتوفى الباجي قايد سبسي ويظهر فجأة مرشح آخر، هو مرشح هذه الأوليغارشيا المتحكمة من نفس المنظومة الحاكمة، طبعا هو لحماية هذه المصالح ليس إلا. الرؤساء يصنعون؟ يصنعون، يصنعهم تصنع، هناك وجهة يصنعها الإعلام، وهناك وجهة يصنعها المال، وهناك ذمم تشترى وتباع، وهناك يعني مساعدات اجتماعية وما إلى ذلك، مداخل عدة للتلاعب بالإرادة الشعبية. هناك يعني الشعب التونسي صناعة الرؤساء صناعة داخلية أم خارجية أم شيء من هذا وشيء من ذاك؟ أنا أعتقد أن هناك تداخل، هناك تداخل، يعني أصحاب النفوذ المحلي هم امتداد للنفوذ أجنبي في تونس. يعني عندما تستقرأ المشهد بشكل عام ترى أن على الانتخابات لا تجرى ونتائجها لا تحسم خلال الحملة الانتخابية، الانتخابات تحسم سنوات قبل، ونتائج صبر الآراء معدة سلفا بقطع النظر عن نتائج صبر الآراء. هناك تهيئة، هناك خلق وجهات، صناعة رأي عام، خلق شخصيات، صناعة رأي عام طبعا، وهذا يتدخل فيه كثير من المال وكثير من الإعلام، وتغيب وجوه وتستحضر وجوه وتبجل وجوه وتمتدح وجوه وتذم وجوه أخرى. هل بدأت صناعة الرأي العام في هذا الاستحقاق؟ هي بدأت منذ سنوات، منذ الاستحقاق الماضي. نتحدث عن هذا السباق. هذا السباق شكل وعد منذ سنوات. نحن الآن يعني سنأتي على نتاج شيء وقع الإعداد له منذ سنوات، يعني هذا على تونسينا أن يدركونه. فما يجري ليس يعني ليس الانتخابات التي تدوم، الحملة الانتخابية التي تدوم بعض الأسابيع، هي التي تصنع الوجهات وتصنع الشخصيات القابلة لأن تتبوأ المناصب. هنا نتحدث عن تكافؤ الفرص وضمانات رقابة مناخ انتخابي نزيه وشفاف، هل من ضمانات متوفرة؟ الموضوع ليس موضوع الاقتراع اليوم الأخير الاقتراع، هذا ما نبهت إليه منذ 2011، نبهت إليه قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. هذا هو المنعرج الخطير الذي أخذته الديمقراطية بين ظفرين مرة ثانية في تونس، اللي كان لابد أن توضع ضوابط للأداء الإعلامي وللتمويل الحياة السياسية. هذا هو التكافؤ في الفرص والحظوظ. هل الحياة السياسية هي اليوم حكر على الميسورين وحكر على من لهم نفوذ ومسنودين حتى يظهروا في الإعلام الخاص؟
يعني ما حظ المواطن التونسي العادي من قابلية أو إمكانية الترشح لمختلف الاستحقاقات؟ وسط هذا المناخ سيد محمد لطفي المرايحي، في هذا المناخ الذي تتحدث عنه، حزبكم صغير وأنت تعرف الأجواء التي ستنشط فيها ومع من ستتعامل ومن أين ستأتيك الضغوط، ترشحكم للرئاسية كيف يمكن أن نقرأه؟ هل أنت باستطاعتك أن تغير بمفردك كل هذا الواقع، أم أنك ربما تبحث عن موقع ما وسط المنظومة؟ شوفوا، ترشحي للرئاسية حزبي صغير لأنه حزب عمره 8 سنوات ونشأ طبيعيا خلال 8 سنوات، ومن يعرف عالم السياسة يعرف أن الأحزاب لابد لها من عقود حتى تحكم. نعم. هذه طبيعة الأشياء، ولا تقارنها بالأحزاب التي الفقاعية التي نفخ فيها هذا المال، الماكينات الانتخابية طبعا، والذي التي هي امتداد للتجمع المنحل، والتي هي امتداد للناس الذين كانوا نافذين وراء التجمع المنحل، القدرات المالية والإعلامية وما إلى ذلك، التي توظف كل مرة خدمة لمشروع ما سرعان ما يتلاشى بانقضاء آجاله وبانقضاء دوره. هذا الذي علينا ندركه. فحزبي هو حزب طبيعي، تشكل بشكل طبيعي، ينشط بشكل طبيعي، وينمو بشكل طبيعي. لكن الانتخابات الرئاسية ما هي في واقع الأمر؟ الانتخابات الرئاسية كما كان يقول الجنرال دوغول هي التقاء رجل بشعب، فليس الموضوع هو حزب أو منظومة، هو رجل من المفروض أن يتقدم أمام الشعب سواء كان ينتمي لحزب أو كان مستقلا، فهو شخصية تطرح نفسها أمام الناخب التونسي، وعلى الناخب التونسي أن يختار من بين هذه الشخصيات من يرى فيه الجدارة والكفاءة لتبوأ هذا المنصب. وتبوأ هذا المنصب يجب أن نعيد صياغته، من هو رئيس الجمهورية وما هو رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية ليس أب التونسيين وليس ولي أمرهم، فهم ليسوا قصر، هم مواطنون رشد، ليس أذكاهم ولا أكثرهم ثقافة ولا الرجل المستنير الذي سيهديهم سواء السبيل، ولكن الرجل الذي سيتكفل وسيعهد له بالاحترام الدستور وتطبيقه. هذا أساس خطة ودور رئيس الجمهورية، وفي هذا هو ليس محتاج إلى جيش يدعمه أو محتاج إلى أحزاب وبارونات مالية وغيره، هو شخص متقدم في خدمة الشعب، والشعب سيوكل له هذه المسؤولية إن وثق في نظافته وفي مصداقيته. هذا الشعب الذي تتحدث عنه دكتور لطفي المرايحي، وتحدثت عن الوهج الثوري الذي خرج به والأحلام التي بقيت إلى حد الآن معلقة، اليوم يعيش أزمة اقتصادية، يعيش تدهور في القدرة الشرائية، هل تحقق في تقديركم شيء من الوعي بما يصوب خياراته؟ ربما يكون هذا الاستحقاق الانتخابي بداية التأسيس إلى مسار جدي في اختيار المرشحين، في تصحيح المسار السياسي للبلاد. هل هناك نوع من الرشد، من الوعي، من قراءة المشهد السياسي الذي يمكن أن يطمئن بأن الخيارات والتوجهات قد تشهد منعرجا معاكسا لما كانت عليه منذ سنوات؟ أنا أجوب البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، يعني كما يقول أخواننا المشارقة لفيت البلد يعني مرتين، شمالا جنوبا، شمالا جنوبا، شرقا غربا، وأنا أهم يعني بأن تكون جولة ثالثة في البلاد. وما ألحظه هو أن عند جميع المواطنين هناك قلة ثقة في السياسيين، رفض للطبقة السياسية بمجملها، وهي ردة فعل مفهومة من كثرة الوعود التي أطلقت ولم تحقق. طبعا ردة فعل مفهومة، وهي بداية وعي وليست الوعي، هي بداية وعي، لأنه الشعب وكأنه صدم فأخذ مسافة من هذا المشهد السياسي. وأعتقد أنه نحتاج إلى سنوات أخرى حتى يدرك الناس ما يحدث حقيقة. سنوات أخرى مع الأسف هذا الواقع، لأن في خلال هذه 8 سنوات لم يقع استغلالها لتوعية الشعب، فشعبنا انتقل
من ديكتاتورية إلى ما يسمى ديمقراطية دون أن يتكفل الأعلام والسياسيون ومكونات المجتمع المدني بالعمل البيداغوجي المستوجب حتى تقترب منه كثير من المفاهيم. ما هي الديمقراطية؟ ما هي الأحزاب؟ ما هو دورها؟ ما هو دور المواطن؟ كيف نقيم الخطاب السياسي؟ كيف نفرق بين وعود وبرنامج التي يمكن أن يشتغل من خلالها السياسي؟ هذه جميع المفاهيم التي تخلق الوعي وتخلق النضج لدى المواطن وتجعل من ورقة الانتخاب تعبيرة حقيقية على إرادة وليست نزوة أو انتباع أو خيار مدفوع الأجر. خيار مدفوع الأجر، عن هذه النقطة تحديدا قلت بأن الوعي لم يتحقق بعد. الشعب اليوم لا يعودون السياسيين إليه إلا في المناسبات، بحفلات ومهرجانات انتخابية وبعض العطايا أو الهدايا وبشراء بعض الأصوات قبل الدخول إلى صناديق الاقتراع. اليوم هناك مترشح منافس لكم سيدي ملأ الفراغات التي تركتها الدولة وخصص جهده طيلة فترة لتقديم العطايا والمساعدات لضعاف الحال، لأن الدولة غابت عن دورها دولة الرعاية الاجتماعية ومساعدة ومؤازرة ضعاف الحال، وبدأت حتى سياسة الدعم تراجعها شيئا فشيئا. اليوم تضعه عمليات سبر الآراء في مقدمة نوايا التصويت إن صح التعبير. هل هكذا يمكن أن يصل مترشح إلى الرئاسة ببعض المأكولات والمشروبات وبعض الأثاث القديم، بعض المساعدات المالية أو العينية؟ هكذا ينتخب الشعب الرئيس؟ إذا غابت الدولة في دورها الاقتصادي الاجتماعي فهي غابت كذلك في دورها بالإحاطة بالعملية الديمقراطية. يعني هذا الشخص تحرك خارج القوانين وخارج الأطر الديمقراطية جميعها، فهو انتهك القوانين، استعمل قناة تلفزية إذا كنا نقصد نفس الشخص، استعمل القناة التلفزية للترويج لصورته بشكل لا يتحقق معه هذا التكافؤ في فرص الحظوظ، وفي انتهاك صريح لقوانين الهيكل، ولم تستطع الدولة أن تطبق عليه القانون، فالقانون في تونس لا يسري إلا على الفقير وعلى الضعيف ولا يسري على القوي. يعني عن أي دولة وعن أي جمهورية نتحدث التي تخلت عن دورها الاجتماعي والاقتصادي؟ طيب، التي تخلت كذلك على تطبيق القانون وإلزام الناس جميعا بهم. فأنت ترى أننا نحتاج إلى لا إلى ترميم وإنما إلى بناء صحيح لجميع المنظومة، منظومة الجمهورية التي يكون فيها المواطنون متساوون، وهذا نحن بعيدون كل البعد عنه. فأخطأنا في خياراتنا الاقتصادية والاجتماعية وأخطأنا في التأسيس لديمقراطية حقيقية، ونحن نسير نحو انتخابات جائز، ولا أريد التشكيك في نتائج الانتخابات، لكن ماذا هيأنا حتى تكون هذه الانتخابات حقيقة تعبير عن الإرادة الشعبية؟ لأنه ماذا سيحصل بعد ذلك؟ بعد ذلك سيحصل أنه الناس ستستفيق على رئيس وعلى منظومة سياسية، ولكن سيجدون فجوة بين انتظاراتهم، بين آمالهم وأحلامهم، وبين السياسات المتبعة. وهذه الفجوة كيف يكون ردة الفعل عليها؟ ستكون ردة الفعل عنيفة، يعني ستنتقد. فإذا كان الانتخابات الرئاسية تجرى في دورتين، ستكون دورة ثالثة في الشارع. هل الديمقراطية وجدت؟ هل الشارع ما زال قادرا على الاحتجاج؟ الشارع يحتج، احتج منذ 8 أو 9 سنوات ولم تتحقق المطالب، وهو يحتج دائما الشارع، لأن الناس لا يحتجون بإرادتهم أو يحتجون طرفا منهم، وإنما يحتجون عند الحاجة. وهذا الشباب، هذا الكم الهائل من البطالة الذي عاينته في مناطق، يعني شيء يدني القلب. أنت ترى الشباب التونسي اليوم ليس له رغبة وليس له طموح إلا في مغادرة هذا الوطن. هل هذا
ما حققناه نحن كطبقة سياسية لهذا الشباب. أريد أن أذكر صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مزرية جدا. يعني في عيد الأضحى تم قطع الماء والكهرباء على العديد من المناطق، خرج المتضررون وقطعوا الطريق وعطلوا حركة السير، الدولة غائبة والتونسيون يتخاصمون واشتباكات بين المواطنين، هذا متضرر من قطع الماء والكهرباء وذاك متضرر من قطع الطريق ولأنه يحتاج إلى المرور. عن هذا المشهد نتحدث، عن أبسط الأشياء، في يوم عيد الفطر عيد الأضحى عفوا يغيب الماء والكهرباء عن البيوت، أين الدولة؟ أين الدولة؟ أين الدولة؟ قلت لك أن الدولة هي ملك لأشخاص، الدولة ملك لأشخاص، هذا شيء مؤسف محزن. يعني عن أي سيادة وطنية نتحدث؟ والتأثيرات الأجنبية موجودة. عن أي كانت سيادة لدينا شعبية؟ إدارة في الزمن الاستبداد، كانت لدينا إدارة منظمة وتعمل حساب مثل هذه المناسبات. نعم. وتقرأ حسابا لكل كبيرة وصغيرة ولا يقع مثل هذه المشاكل. اليوم هناك حالة تسيب. زمن الاستبداد كان هناك شخص جالس على الكرسي همه أن يستمر حكمه ما طال هو في الحياة أو ما بعد، فكان يحرص على أن توجد هناك توازنات بين مصالح هذه اللوبيات وهذه العائلات وبين هذا الشعب. هو موفق يعني. فهو موفق. وعندما نقف سيد دكتور لطفي المراحي عند هذه النقطة، فاصل قصير ونعود. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا، نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، كما نجدد الترحاب أيضا بضيفنا الدكتور محمد لطفي المراحي، مرشح على حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية في تونس. سيدي الكريم، كنا نتحدث عن أن بن علي كان موفقا بين مصالح الدولة ومصالح أرباب المال والأعمال، إن لم نقل الحيتان الكبيرة. اليوم من يلعب هذا الدور؟ لا أحد. لذلك الوضع يزداد سوءا. يعني كل ما ظهر زمن بن علي من مظاهر طفيلية وإخلالات تعمق بعد الثورة، فكان في زمن بن علي هناك فساد، فأصبح الفساد مضاعفا. هناك أزمة، كان زمن بن علي في الفترة الأخيرة اقتصادية اجتماعية، مظاهر المخدرات، مظاهر للهجرة السرية، مظاهر للبطالة، كل ذلك تضاعف أضعاف الأضعاف. لذلك تجد اليوم التونسيون يحنون إلى زمن بن علي ويعتبرونه أن كان أقل سوءا، وهم محقون. فمن تونس التي ننشدها، التي في خاطري كما قلت في كتابي، هي تونس أخرى. يعني ليست تونس زمن بن علي، لأن لو كانت الجنة الموعودة لبقينا فيها، أو لما ثار الناس أو رغب البعض أن يثور لما وجدوا من يسندهم، ولكن الوضع تفاقم. نحن نبحث عن تونس أخرى، وهذه تونس ممكنة، هذه تونس ممكنة، لأن في تونس من الثروات ومن الخيرات ومن الكفاءات ومن الزاد البشري ما يجعل تونس يمكن أن تلعب أدوار هامة وأن تحقق لهذا الشعب الذي تعداده 12 مليون، يعني ليس بالتعداد الكبير. نعم. يمكن أن تحقق له انتظاراته. عن الوضع بعد الثورة، شاهدنا يعني إقبالا كبيرا على العمل السياسي. كنا نعد الأحزاب 7-8 أحزاب، منها ما يسمى بالأحزاب الكرتونية، هذا زمن بن علي. اليوم تجاوز عدد الأحزاب 220 حزبا، والعناوين تختلف والبرامج متشابهة إن وجدت برامج، وفي كل مرة نرى وجوها تطفو على السطح كانت نكيرات بالسابق، واليوم تستأثر بالكلمة وبالحضور في المشهد ولها كلمة في الإعلام، وكأن الجميع يتكالب على الظهور، على التموقع في المشهد،
وكأن السياسة أصبحت وسيلة للتكسب وليست أخلاق سياسية ورغبة في خدمة البلاد وفي خدمة الشأن العام. هل هكذا هو الوضع؟ هل تشاطرني الرأي في التوصيف؟ أنا أختلف معك في عدد الأحزاب، لأن صحيح هناك 220 ترخيص لحزب، لكن كم موجود من هذه الأحزاب الذي له مقرات وله مناضلين وله بيانات وله نشاط وله قائمات تترشح؟ لا يتجاوز العدد 15 حزبا. فكل هذه الأحزاب أحزاب ميتة، لها تراخيص لكن ماتت. دكاكين وهمية؟ طبعا، يعني هناك ناس اعتقدوا أن الحياة السياسية شيء سهل، أو أن المجد ممكن، أو أن الوصول إلى السلطة سهل، أو أنهم لهم برنامج استثنائي سيجلب لهم الاهتمام والتصويت النخب، ثم استمروا لزمن قصير وذهبوا إلى سبيل حالهم. عدد الأحزاب اليوم يتراجع، وتراجعت أحزاب في كل استحقاق انتخابي يتراجع عدد الأحزاب، وفي هذه الاستحقاقات ستموت مجموعة من الأحزاب. المشكل ليس هنا، لأنه من المباح للجميع أن يحاولوا الخيرات في الحياة السياسية ومارسة الفعل السياسي، لكن الإشكال هو أنه الناس الموجودة في الحياة السياسية عديد منهم يتمتع بامتيازات، وأكثر من هذا هو أنه العمل السياسي تدريجيا لم يعد متاحا إلا للميسورين. يعني أنت عندما تنظر إلى الأحزاب كيف تعد قائمتها الانتخابية ومن تجعلهم على رأس القائمة، هي عادة تعتمد على الأثرياء وأصحاب النفوذ في المنطقة، يعني المواطن العادي الراغب في العمل السياسي. هنا أريد أن أذكركم سيدي الكريم بتصريحين سابقين لكم. في السابق قلتم إن انتخبتم النهضة والنداء فتونس هي الخاسرة، أو النداء النهضة أو النداء فتونس هي الخاسرة. ولك تصريح لافت آخر، قلتم وصفتم من التحقوا بنداء تونس بالانتهازيين، واليوم تقولون أن حزب تحيا تونس هو حزب أشخاص قفزوا من القطار. طبعا، ماذا تقصد؟ يعني هذا المشهد الذي كنت أوصفه، يعني عندما النهضة أو النداء كان ذلك صراعا، أو كان ذلك مشهدا حاول الإعلام أن يبلوره على أساس أن هناك قوتين، قوة محافظة أو قوة إسلامية. الاستقطاب الثنائي. وبالنسبة لي كان الموضوع ليس موضوع سياسي، في تونس الموضوع هو موضوع اقتصادي بالأساس. كل المشاكل الاجتماعية التي نعيشها هي نتاج هذا المشكل الاقتصادي، والمشهد السياسي تشكله القوى الاقتصادية. وقناعتي، وهذا ما تأكد خلال الممارسة، أنه حزب النداء أو حزب النهضة أو هذه الأحزاب يعني لها نفس الخيارات الاقتصادية، يعني التي تراعي مصالح هذه اللوبيات. فالنتائج لا يمكن أن تؤدي إلا إلى نفس النتائج، سواء تبوأ هذا السلطة أو غيره، وأنت ترى أنهم يعني كان الحكم مشتركا بينهما، وكانت النتائج كما نعرف. ثم بالنسبة للحزب تحيا تونس أو نداء، هناك مجموعة من الناس الموجودين في الحياة السياسية هم يتصيدون الريح، يعني مسارها، ويقفزون من عربة إلى أخرى باحثين عن العربة التي ستوصلهم إلى السلطة. فليست لهم قناعات ثابتة ولا برامج ولا أهداف، وإنما الهدف الوحيد هو التموقع. هذا الإشكال. عن الوضع الاقتصادي، قلتم سيدي الكريم أن تونس تحت وصاية صندوق النقد الدولي. طبعا. صندوق النقد الدولي هو اللي يفرض الإملاءات، وهو الذي يرسم السياسات، وهو الذي يحدد الخيارات. وانتقدتم حتى تصرف بعض السفراء، وكحل أو كمخرج قلتم انتخبوا الرئيس الذي يقطع مع هذه الوصاية. كيف لرئيس الجمهورية بصلاحياته وبالحقائب التي في عهدته أن يقطع الوصاية مع صندوق النقد الدولي وأنت تعلم وضع المديونية الذي تعيشه البلاد؟ هناك أولا فهم محدود جدا شائع وخطأ شائع في الفهم لرئيس الجمهورية ودوره وصلاحيته.
من أول صلاحيات رئيس الجمهورية بنرنا أي من أول صلاحيات رئيس الجمهورية في تونس هو أن يكون حافظا للدستور. عما ينص هذا الدستور؟ في فصوله 30 وحتى 40 جملة من الاستحقاقات ومن الواجبات على الدولة المحمولة على الدولة ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، من ذلك حق الشغل، حق الصحة، حق التعليم، حق على الدولة أن تحقق ظروف العيش الكريم للمواطنين، حتى الأجر مقابل الشغل ينص عليه الدستور. فهذه جملة من الالتزامات المحمولة على الحافظ الدستور، وهل تطبق على رئيس الجمهورية؟ وهل تحترم؟ أنا لا أتحدث أن تحترم أو لا تحترم، أنا أحدثك بادئ ذي بدء على ما هي مشمولات رئيس الجمهورية، ما هو دوره. فخلافا لما يصور على أساس أن رئيس الجمهورية له الاهتمام بالشؤون الخارجية وبالدفاع فقط. أنا وكيف صدقت مع الوصاية؟ مع الوصاية أنا آتيك إلى ذلك تلك النقطة. فترى أن رئيس الجمهورية له أن يتدخل في عديد المجالات، طبعا هو ليس سلطة تنفيذية ثانية بالتوازي مع رئيس الحكومة، وإنما هو سيكون له دور الإشراف باعتباره هو حافظ لهذا الدستور، فهو حريص على أن يطبق هذا الدستور، حريص على أن تحقق الدولة هذه مجموعة الالتزامات المحمولة عليها. لذلك نعتقد أن الموضوع الاقتصادي هو الأساسي. فالنقطة الأساسية التي أركز عليها هو نقطة علوية القانون وتطبيق القانون، وأنه يطبق القانون على القوي قبل الضعيف وعلى الغني قبل الفقير، وأنه لا تسامح مع القانون. لكن النقطة الثانية والأساسية والتي ستكون إن توفقت أن أكون رئيس الجمهورية هي النقطة الاقتصادية، مراجعة السياسة الاقتصادية. الاقتصاد التونسي وصل هذا الوضع المزري لأن السوق التونسية انفتحت أكثر مما هو ممكن وأكثر مما هو مطلوب على السلع الأجنبية، وتدفق السلع حتى تمتلئ جيوب الحيتان الكبيرة طبعا، وتدفقت السلع الأجنبية وضيقت المجال على المصانع التونسية، فتوجه الطلب الداخلي نحو عرض خارجي، مما جعل هذه المصانع إما تقفل أو يتراجع دورها، فهي غير قابلة أو غير مستعدة أو غير مهيئة إلى استقبال المزيد من طالبي الشغل. فلابد أن نعطي مجال أكثر للمؤسسات التونسية والمعامل التونسية، ونحول العرض الداخلي على طلب داخلي. هناك إشكال، هناك معاهدات دولية تمنعنا سياسة الانفتاح تجاه طبعا، لكن لنا اقتراح، ولذلك أنا أسميها بسياسة حمائية قطاعية تشمل بعض القطاعات وليس جل القطاعات، وذكية. ذكية لأنها ستبقي على هذه المعاهدات ولكنها ستلتف عليها باعتبار أو اعتماد الأداء على القيمة المضافة الاجتماعي. أستاذ هذا الإجراء عفوا دقيقة هذا الإجراء الأداء على القيمة المضافة الاجتماعي سيجعل من المنتوج التونسي أقل سعرا من المنتوج الأجنبي، فسيحول الطلب الداخلي على العرض الداخلي. إذا تحقق هذا ماذا سينجر عنه؟ أولا المصانع التونسية سيكثر عليها الطلب فستنمو وتطلب مزيد من اليد العاملة، فتشغيل فتح أفق تشغيل فتشغيل. ثانيا يكثر عدد المساهمين في الصناديق الاجتماعية، فالمشكلة الصناديق عجز الصناديق الاجتماعية سيقع التخلص منه. ثالثا سنقلص من التوريد من السلع التي تورد، فقيمة العملة ستتحسن، فخدمة الدين ستتحسن، ستجري في بعملة أحسن ففي ظروف أحسن. فهذا دور رئيس الجمهورية في تحقيق السيادة، لأنه لا سيادة ونحن مرتهنون بهذا الشكل لصندوق النقد الدولي وللقوى الأجنبية. ثم ستكون هناك واردات للدولة أكثر، لأن هذه المصانع ستشتغل فستدفع أكثر ضرائب، اسمح لي بالتفاعل، ستجد الدولة موارد للقيام بالصحة وبالتعليم وبالأمن وبالقضاء، وهي الركائز الأساسية لتكون هناك جمهورية. تفضل. السياسة الحمائية تفضل. التي ترى أن سبيل الخلاص يكون من خلالها حتى ترجع عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد وتشتغل المصانع وتنفتح آفاق التشغيل، هي ستصطدم أولاً
بالمعاهدات التي تم توقيعها مع منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالانفتاح التجاري، ستصطدم بمصالح الحيتان الكبيرة التي تتحكم في القرار في البلاد، وأنت تعلم هذا الأمر. والمعضلة الثالثة أن الذين سيستثمرون أول سؤال سيسأل لهم: من أين لك هذا؟ مسألة الشفافية ومصادر الثروات وكشف مصادر الثروات، هذا سيضعهم المستثمرون الجدد أمام متابعة جبائية للتدقيق في مصادر الثروات. لذلك رجال أعمال تونسيون إما يستثمرون في العقارات أو يستثمرون خارج البلاد. هم يستثمرون في يعني العقبات التي ذكرتها هي كلها مقدور عليها. أولا موضوع الاتفاقيات الدولية، قلت لك أنني سأبقي على الاتفاق الدولية لأني أنا لست لدونالد ترامب حتى أمزقها، لأن نعم. السياسة الحمائية التي أنادي بها منذ ثماني سنوات وأنادي بالسياسة الحمائية، ليس اليوم، يعني قبل أن تطبق في الولايات المتحدة. يعني دولة قوية تجد نفسها مجبرة على تطبيق سياسة حمائية، ودولة ضعيفة لا تطبق سياسة حمائية. أنا لست دونالد ترامب وليست لي هذه القوة وهذا النفوذ حتى أمزق الاتفاقيات، لكن أنا أصنع حلا ذكيا هو الأداة على القيمة المضافة الاجتماعي، يبقي على هذه المعاهدات موجودة وتدخل السلعة، لكن بهذا الإجراء أجعل من السلعة التونسية أقل سعرا من السلع الأجنبية، فلابد أن المواطن التونسي سيقبل على سلعة أقل سعرا بالنسبة لي. نعم. فسأحول الطلب الداخلي إلى عرض داخلي دون المساس ودون الحديث عن المعاهدات الأجنبية. بالنسبة للحيتان التي تحدثت عنها، أنا لست سليل اللوبيات، فأنا متحرر منها تماما. أنا لا أضعها في اعتباري، أنا أضع الدولة في اعتباري وأضع الشعب في اعتباري، وأنا إن وصلت فسأكون مسنودا بالشعب ولست نتاجا لإعلام هيئة الرأي العام أو لأموال أنفقت في سبيل أن أكون فائزا في هذه الانتخابات. هذا هو الفرق بيني وبين الآخرين. نقطة أخيرة في الجانب الاقتصادي ونمر، وأريد أن نمر عليها بعجالة، موضوع الثروات، إن كانت لتونس ثروات غير معلنة غير معلومة يطفو على السطح كل مرة ثم يختفي من جديد، تأتي بعض التصريحات من السياسيين، أقول من السياسيين وليس من الخبراء، لتفند موضوع الثروات، وتأتي بعض يعني حملات التكذيب بأن لتونس ثروات كبيرة وهناك فساد كبير خصوصا في قطاع الطاقة. اليوم مسألة السيادة على الثروات والتدقيق في الثروات، هل هو مطروح في برنامجكم؟ هو أساسي، هو من النقاط الأربعة الأساسية. هناك تقرير لدائرة المحاسبات منذ بعض السنين تحدث عن إخلالات كبرى. أنا من موقع هذا لا أستطيع أن أقول لك إن كانت تونس تعوم فوق بحر من البترول أو لا أدري، وإنما ما أنا متشبث به أيا كان حجم ثرواتنا فلا يمكن أن يتصرف فيها غيرنا. والذي حدث أن هناك اتفاقيات وعقود وقع إبرامها زمن بن علي، من ذلك موضوع بتروفاك والذي كان من تبعاته أن وقعت محاكمة منصف طرابلسي، ووقع إثبات أن هذا العقد الذي أبرم كان عقدا فاسدا، فإن كان العقد فاسدا أليس من حق الدولة أن تراجعه؟ هذا يعني من البديهيات. هناك حق المسكار الذي نتزود اليوم منه ب60% من الغاز، من احتياجاتنا بالغاز وندفعه. كان ملكا للدولة؟ ليس ملكا للدولة، كان ملكا للدولة، كان ملكا للدولة وفرطت فيه الدولة زمن بن علي تحت رأي الخبراء الذين قالوا هذا حقل ليس له جدوى، وأخذته بريتش غاز، واليوم نحن نستهلك إنتاجه ومنتوجه بالعملة الصعبة. أضيف نقطة أخيرة، هناك من المسؤولين من أسندوا تراخيص الاستغلال والتنقيب ثم بعد ذلك تركوا الوظائف الحكومية وذهبوا إلى الشركات الأجنبية للعمل بأجور خيالية، فهذا يستحق اليوم مراجعات.
ما يمكن تأميمه لابد أن يؤمم، وما لا يمكن تأميمه لابد أن تراجع فيه العقود، وإلا لا تحدثني عن سيادة وطنية. نبقى في هذا الإطار ولكن من زاوية أخرى. كنا نتحدث عن الفساد في قطاع الطاقة، أنت طبيب سيدي وكشفت العديد من ملفات الفساد في القطاع الطبي فيما يتعلق بإدخال لوالب قلبية فاسدة ومصانع تصنع أدوية فاسدة، وكنت حتى أدليت بشهادة أمام القضاء. لا، اتهمت. وحلت على القضاء بدعوة من وزير الصحة السابق الذي هو اليوم مترشح للانتخابات، ووقفت أمام القضاء ابتدائيا واستئنافا يعني، ووقعت تبرئتي طبعا لأمور يعني يعلمها القاسي والداني واتضحت للقاسي والداني. نعم، أنا ما استوقفني يعني تصريح لافت وصفت فيه بعض الأطباء بالدواعش في قطاع الطب. ألي هذا الحد يقع استغلال الحياة البشرية وصحة الإنسان للمتاجرة؟ يعني هناك أزمة منظومة قيم في تونس، أزمة كبرى لمنظومة القيم في تونس اليوم. في غياب يعني الضوابط، جميع الضوابط، أصبحت القيمة الوحيدة هي قيمة المال. كما يقولوا معك قرش تساوي قرش، معك فرنك تساوي فرنك. هذا الإشكال في تونس. يعني الأخلاق تراجعت، وجميع المعايير القيمية من حب العمل والإتقان في العمل والإبداع والفكر والعلم كلها تراجعت. يعني الثراء السهل أصبح هو القاعدة، ومع الأسف يعني هذا لابد من إصلاحه. وليس هناك قطاع في معزل عن هذا الانحراف، وإن كنت تعرضت إلى ما يجري في قطاع الصحة فيمكن لك أن تتعرض. الانحراف هو القاعدة سيد. الانحراف هو القاعدة مع الأسف، وموجود في جميع القطاعات، لذلك لابد من إرادة. أنا أسأل حقيقية. هنا العديد من القضايا التي أثيرت واستقطبت اهتمام الرأي العام، تسارع الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق ثم تغيب هذه اللجنة ولا نطلع على نتائج تحقيق، وينشغل الرأي العام بمسائل أخرى. أين نتائج التحقيقات في عديد القضايا، في وفاة الولدان الرضع وغيرها، والتسرب الجرثومي في المستشفى، وبيع الأدوية تهريبها إلى ليبيا، حتى تهريب الدم الذي يتم التبرع به من المواطنين التونسيين، يعني يتم تهريبه إلى الخارج. يعني الموضوع تجاوز اللجان. الموضوع أحيانا يعهد يتكفل القضاء ويتعهد القضاء بمواضيع ويقع البحث فيها وتختم الأبحاث وتحال إلى المحاكم ولا يتم البت فيها. أين نحن من تقارير لجنة عبد الفتاح حمر رحمه الله؟ أين نحن من هذه التقارير؟ ما هي المواضيع أو القضايا التي وقع البت فيها وفصلها؟ ماذا حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة؟ ألم تطرح موضوع المصالحة؟ نعم. ما هي المصالحة إن لم تكن تفصي من المساءلة ومن العقاب والإفلات من العقاب؟ يعني أنا أحدثك أن هناك منظومة تتحكم فيها شخصية المصلحة الوطنية. ما هو رئيس الجمهورية؟ وكيف يمكن أن نعتبر أن رئيس الجمهورية له صلاحيات في أنه يخرج الناس؟ لهذا السبب قلت بأن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أفسد الحياة السياسية في البلاد. هو أفسدها رحمه الله حين لم يحترم فلسفة الدستور. الدستور التونسي يعطي الصلاحيات الكبرى لرئيس الحكومة، ورئيس الحكومة هناك آليات دستورية حتى يقع تعيينه، ولا يعينه رئيس الجمهورية. وحين يعينه رئيس الجمهورية كما حدث، يتحول من رئيس حكومة إلى رئيس وزراء، والشتان بين ذا وذاك. لذلك يقع إفساد الحياة السياسية، لأنه يقع التحيل على السلطات. هل أراد الباجي أن يحكم القصبة من قرطاج؟ طبعا طبعا، أراد أن يلتف على الدستور الذي هو في فلسفته وفي صيغته نظام برلماني وإن كان معدلا بعض الشيء، وتحويله إلى واقع ممارسة نظام رئاسي. وهذا ما أضر بالبلاد كثيرا، وأضر بالصلاحيات، وأضر بالممارسات، وأضر بطريقة الحكم وبالولاء، لأن رئيس الحكومة هو رئيس الأغلبية من المفترض. ومع الأسف لم يكن الحبيب السيد رئيسا للحكومة بالمعنى الصحيح، يعني رئيسا للأغلبية، ولكان الشاهد في أول عهدته
كذلك رئيسا للحكومة إلا بعد أن تحرر من وصاية الباشا قايد السبسي. السيد محمد لطفي المراحي اليوم يطرح نفسه على التونسيين مرشحا إلى الرئاسية، أمام كل ما تحدثنا عنه من فساد، من وضع سياسي فيه مال فاسد وخدمة لمصالح أرباب المال والأعمال والمهربين والمافيا التي تنخر يعني مفاصل الدولة، ما الذي يمكن أن تغيره أنت؟ يمكن أن نغير الكثير، لأنني في حل من كل ارتباط. أنا رجل تركت الدنيا ورائي ونذرت ما تبقى من حياتي لهذا الوطن. أنا قادم من بعيد، قادم من ريف، قادم من وضع اجتماعي بسيط، حققت ذاتي، ولا هم لي اليوم إلا أن أوفر فرصا لمن كان مثلي وكان في وضعي ولا يمكن أن أحققها لأن الأمور تغيرت وأن المصعد الاجتماعي تعطل عن العمل. فأنا قادم برؤية، بفكر، وبطرح مختلف على السائد، وبعزيمة لا يثنيها شيء. فأحرقت جميع مراكبي، وأنا اليوم لا هم لي إلا أن أنهض بهذا الوطن. وأعتقد أن هذا الأمر ليس بالعملية سهلة، ولكنه ليس مستحيل، لأن هناك من الطاقات في هذا الوطن، هناك من الكفاءات، هناك من الإمكانيات التي يمكن أن تحول تونس إلى جنة موعودة بالحق. لديك طرح، ما هو طرحك بالنسبة للحرب على الإرهاب وحفظ أمن البلاد من كل ما يتهددها من الداخل والخارج؟ الإرهاب لابد له من حاضنة ولابد له من أرضية لينبت فيها، لا يمكن أن تزرع الإرهاب في أي مكان. والحاضنة التي تمكن الإرهاب من الانتعاش ومن النمو هي الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية بالأساس. انظر إلى الدراسات التي أجريت في تونس أو في الخارج عن الإرهاب في تونس، وسترى أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي هو الأساس. طبعا يستشهد البعض أحيانا بأن هناك طبيب أو هناك محامي أو هناك شخص ميسور التحق بهذه المجموعات، هذا استثناءات. أما الأصل في الأشياء فمن هم؟ هم أناس ينتمون إلى عائلات ضعيفة الحال أو متوسطة الحال. هم أناس في أغلبهم 60% منهم جامعيين، مستوى جامعي. هذا الشباب الذي لم يجد أفقا أمامه ماذا فعل؟ انقلب على الدولة وانقلب على المجتمع لأنه هل تحول. تبرر؟ لا أبرره، لكن أفهم لأشفف المنابع، لأن الموضوع ليس لا يمكن معالجته بطرق أمنية فقط، وإنما هناك تجفيف للمنابع لابد أن يكون بفعل اجتماعي اقتصادي أولا. فماذا يحلم هذا الشاب الذي تحول إلى إرهابي؟ ألم يكن يحلم في زمن ما بأن يتزوج، أن يكون له عمل، أن يكون له بيت، أن تكون له سيارة، أن يتمكن من السفر، أن يتمكن من الاستهلاك؟ هذا حلم جميع الشباب. فماذا يحوله؟ هي النقمة، هو أن لا يجد له موطأ قدم في هذا الوطن. فالوطنية للشعور بها لابد أن تجد لك مكانا في الوطن، والمكان في الوطن هو أن تحقق ذاتك أولا. فأنا لا أبرر الإرهاب أبدا، ولابد من مقاومته، ولابد من مقاومته أمنيا، لكن هذا لا يكفي. لو كان ذلك يكفي لتمكن بن علي من فعل ذلك. بن علي كانت مقارباته جميعا أمنية في تعامله مع الحركة الإسلامية مثلا، والنتيجة ماذا؟ ذهب بن علي فوجد الإسلاميين سرعان ما تشكلوا جاهزة. تشكلوا لأن معالجته لم تكن معالجة صحيحة. بالنسبة لقضايا الأمن القومي، اليوم هناك تخوف من عودة الإرهابيين من الخارج، ولكن هناك أمر أغفله التونسيون بالنسبة للذين يحملون الفكر المتشدد وهم بيننا وهم بمثابة القنابل الموقوتة. هل هم في برامج الدولة؟ هل تفكر الدولة ربما في نزع هذا الفكر المتشدد، في إنارة العقول، في إشاعة خطاب ديني مستنير متسامح؟ ليس الخطاب فقط وليس التوعية فقط،
هناك لابد من فتح الأفق أمام الشباب، لابد من فتح الأفق أمام الشباب، هذا هو الأساسي. لابد أن تعود العجلة الاقتصادية، لابد أن يشعر المجتمع بالرفاه حتى ينخرط هؤلاء فيه. هذا المشكل هو المشكل، يعني انظر إلى أين يعيش هؤلاء، في أي مناطق وقع تتبعهم والقبض عليهم، إلى أي مناطق ينتمون، ماذا كابدوا في حياتهم حتى يتحولوا إلى هذا السخط على المجتمع. هذه الأساسيات التي لابد الاشتغال عليها وإدراكها، لأن نحن نتجنب الحديث عن المواضيع الاقتصادية الاجتماعية لأنها مواضيع في العمق، ونذهب سريعا إلى المواضيع الأمنية. المواضيع الأمنية مهمة، هناك خلايا نائمة، وقد كانت يعني الاعتداءات الأخيرة مناسبة للكشف على التقصير الأمني الموجود، لأنه كانت بيننا خلايا نائمة ولم نتفطن إليها. نعم. وأكيد هناك خلايا أخرى يمكن نمر أن نمر أن نمر دكتور نمر، السياسة الخارجية في دقيقة واحدة، رؤيتكم للسياسة الخارجية بإيجاز شديد. السياسة الخارجية لابد أن تكون لتونس سياسة خارجية على قدر حجمها الآن. هذا البلد اقتصاديا منهك، ولابد من أن يرمم نفسه وأن يستنهض الهمم، والسياسة الخارجية التونسية لابد لها أن تكون على حياد، لأننا لو خرجنا على حياد فإننا سنتذيل لهذا الشق أو لذاك، وهذا ليس في مصلحة التونسيين. دكتور، حسن الجوار والحياد. نقف عند هذه النقطة، نسألك أن تتقدم بوعد انتخابي تقطعه على نفسك إن وصلت إلى الرئاسة، تعمل على تحقيقه سريعا بإيجاز شديد، وعد انتخابي. الوعد الانتخابي الوحيد هو أن لا يبقى تونسي عاطل على العمل، فأما أن يكون أن يعمل أو يكون يستعد للتكوين حتى يكون قابل للعمل. في لحظات ماذا يمكن أن تقول للناخب التونسي؟ الناخب التونسي لك الحرية المطلقة، أنت أمامك المترشحين، لا أدعي أني أحسنهم، أنت صاحب القرار، وأنت في النهاية من ستتحمل تبعات قرارك. شكرا جزيلا لك دكتور محمد لطفي المرايحي. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.